قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمر الله جل وعلا الحجيج بالتزود بما يبلغهم مقصدهم ويوصلهم لمبتغاهم، ولا يوصف بعقل من تأهب لسفر بلا عدة ولا زاد. وكذا الآخرة رحلة سيرتحلها كل حي، فالعاقل من أعد العدة وتزود بالزاد. وزاد الآخرة هو العمل الصالح، رأس مال المؤمن ورصيده الإقبال على الله. فالله الله بالاستعداد والإعداد لهذه الرحلة والتزود بتقوى الله جل وعلا.